شهدوا نزول الوحي، شهدوا نزول الوحي، بل كانوا له نعم الحماة من البغي بذل النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام، في نصرة الإسلام دون تردد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، مع قصة جديدة من قصص الأنبياء، قصة نبي الله شعيب عليه السلام. في الأرض ديال مدين، وهي واحد المنطقة اللي الآن بالأردن، كانوا كيعيشوا واحد كفار سميتهم مدين، كانوا كيسلبوا الناس، كانوا قطع الطرق، كانوا كيعبدوا واحد الشجرة كثيفة. يعني تنقولوا احنا الشجرة كثيفة، يعني الشجرة كثيفة يعني بحال الشكل ديال الغابة، ولكن شجرة كثيفة عظيمة كانوا كيعبدوها. كانوا كيسيئوا المعاملة ديال الناس، كانوا كيغشوا في البيع والشراء، كيغشوا في المكيال والميزان، يعني كانوا كياخذوا داكشي اللي كيزيد على الحق ديالهم. فارسل لهم الله تعالى واحد الرجل منهم، هو نبي عربي، فنهاهم على نقص الكيل والميزان، ونهاهم على عبادة الأصنام، وأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم نهاهم عن إتيان الفواحش وإتيان الأفعال الخبيثة والقبيحة، ونهاهم على سلب الأموال ديال الناس وسلب القوافل اللي كتمر بالديار ديالهم. ثم ضل شعيب، سيدنا شعيب عليه السلام، كيدعي القوم ديالو باش يأمنوا به، لكن ما أمن به إلا قوم ناس قلال من القوم ديالو، في حين أن الفئة الكثيرة أو الكبيرة كفرت، لكن سيدنا شعيب وهذه العادة ديال جميع الأنبياء ما يأسش، وبدأ كيدعوهم لعلهم يستجبوا ليه، لعلهم يستجبوا ليه، ثم كيذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وكيذكرهم بالنعم ديال سيدي ربي اللي عطاهم، واللي هي ما كتعد وما كتحصاش، لكن القوم ديالو ما تقبلوش الكلام ديالو، ما أمنوش به. قالوا ليه على سبيل الاستهزاء والتهكم، يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. رد عليهم سيدنا شعيب بواحد العبارة لطيفة رائعة يدعوهم فيها إلى الحق، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويلها من كلمة رائعة لكل من يريد الإصلاح أن ينهج هذا النهج، نهج سيدنا شعيب عليه السلام. هكذا كان نبي الله شعيب قوي الحجة في دعوته إلى قومه، وقد سماه المفسرون خطيب الأنبياء لبراعته. ثم قال لهم، قال لهم وكيخوفهم من عذاب الله تعالى، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقية أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فأخذوا يهددونه ويتوعدونه بالقتل لولا أن الأهل ديالو العشرة ديالو منعوهم، وقالوا له يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك يعني عشيرتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. وهكذا إخواني الكرام بدأ العصيان يظهر على هؤلاء القوم، وأنهم لا يرعون وأنهم لا يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. ولما جاء العذاب نادى سيدنا شعيب ربه سبحانه وتعالى، قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فلما دعا هذا الدعاء إذا بالأرض التي كانت يعني فيها النعيم وفيها الحدائق وفيها العيون، إذا بهذه الأرض لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صيحة صاح الله سبحانه وتعالى، ملك من ملائكة الله عز وجل من خلال سحابة من سحب جعلتهم كلهم أمواتا جثثا هامدة. فبعد أن كانت حياتهم كلها سعادة تحولت إلى بؤس، تحولوا إلى جثث هامدة، و نجى الله سبحانه وتعالى نبيه شعيبا عليه السلام، ودمر ما كان يفعله قومه مدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهدوا نزول الوحي، شهدوا نزول الوحي، بل كانوا له نعم الحماة من البغي بذلوا النفوس وأرخصوا.
أرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام في نصرة الإسلام دون تردد.